بيان إلى الرأي العام، لا تزال دولة الاحتلال التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية مستمرة في سياساتها العنصرية التي تعتمد منهج الإبادة والإمحاء والإنكار والإقصاء بحق الشعب الكردي بشكل خاص وبحق شعوب المنطقة بشكل عام. كل ذلك في سعيها لبسط سيطرتها وهيمنتها على كل من شمال وشرق سوريا وشمال العراق وعلى عموم المنطقة. فبالتزامن مع ما تقوم به من انتهاكات صارخة بحق الشعب السوري في عفرين وعزاز عبر مجموعاتها الإرهابية المرتزقة وتسليم مناطق عفرين وعزاز إلى جبهة النصر الإرهابية، استخدمت دولة الاحتلال التركي كافة أنواع الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا كالقنابل الفسفورية والتكنيكية والقنابل الفراغية في حربها الغير مشروعة في المنطقة في رأس العين وعفرين السوريتين، وفي هجومها على مناطق الدفاع المشروع في جبال كردستان، مما أسفر عن استشهاد العديد من قوات حماية الشعب في مناطق زاب وأفاشين على مدار 6 أشهر وأكثر، وكان آخرها استشهاد 17 شهيدا من هذه القوات. لقد وثقت المراكز الحقوقية المحلية والإقليمية آلاف المرات التي استخدمت فيها حكومة أردوغان وحليفه في الحركة القومية التركية الفاشية الأسلحة الكيماوية بحق المقاومين والمدنيين، كما وثقت هذه المراكز كافة الانتهاكات التي تقوم بها بحق الشعب السوري في مناطق الاحتلال التركي من التغيير الديموغرافي والقتل والاغتصاب بحق النساء والاعتقال والتهجير القسري لأصحاب الأرض الحقيقيين في كل من عفرين وسريكاني وكريسبيت الأبيض، مرتكبة بذلك جرائم تندرج تحت جرائم الحرب في ظل صمت دولي مخزن وعار. إننا في حزب سوريا المستقبل ندين ونستنكر الهجمات الكيماوية التركية التي يشنها الجيش التركي ضد حركة التحرر الكردستانية وضد المقاومين السوريين والمدنيين ومن بينهم النساء والأطفال العزل، واستخدامها المسيرات التركية بحقهم واستهداف القيادات العسكرية والإدارية في مناطق شمال شرق سوريا، ونحمل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن ممارسات دولة الاحتلال التركي في المنطقة، إذ عليها أن تخرج من صمتها وتعمل على محاكمة حكومة العدالة والتنمية وشركائها تجاه انتهاكاتها الواضح للقوانين والأعراف الدولية، ونحث المجتمع الدولي على القيام بواجباته تجاه الخروقات التركية المتواصلة لقوانينه، ونؤكد على ضرورة فصل المصالح والتحالفات عن المضي في تطبيق العدالة ومحاسبة المجرمين، كما نطالبه بالكف عن تبنيه معايير مزدوجة في الكشف والتنديد بالجريمة واعتماد معايير ثابتة في كشف المجرمين ومحاسبتهم، بغض النظر عن تحالفات هذا المجرم في الأحلاف السياسية والعسكرية، كما نطالب القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا وفي الإقليم وفي العالم وجميع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إدانة هذه الهجمات وهذه الجرائم اللا إنسانية واتخاذ موقف حيال الدولة التركية التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب، كما ندين ونستنكر هجوم الدولة الإيرانية على المتظاهرين وحرقها لسجن آفين في العاصمة الإيرانية طهران والذي يضم العديد من المعتقلين السياسيين. تحيا مقاومة الشعوب وتحيا إرادة الشعوب الحرة. حزب سوريا المستقبل، الرقة، 19/10/2022.